في إطار منافسات الماراثون البرمجي للأطفال واليافعين الذي ينظمه مركز التعلم مدى الحياة في الجامعة الافتراضية السورية وهيئة التميز والإبداع، تقدم 1200 يافع من مختلف المحافظات لاختبار تحديد المستوى الأول بهدف تقييم مهارات التفكير والتحليل المنطقي لديهم استعداداً لمرحلة التدريب خلال الفترة القادمة. اليوم عم نعمل اختبار لليافعين اللي هن من 12 ل 15 سنة، اختبار تحديد مستوى. مدة الامتحان هي ساعة وربع، بيتضمن أسئلة سكراتش وأسئلة سي بلس بلس. طبعا الهدف من الامتحان هو بس لحتى نحدد مستوى الطالب، هو أساسا منفرزون ل مبتدئ متوسط ومتقدم عشان المستقبل، لموضوع نعزز الفكر المعلوماتي والبرمجي والمنطقي عند الطفل حتى يفكر بالمنطق بالخوارزميات بلغات البرمجة. لما طلع إعلان الماراثون البرمجي خبرت طلابي وكنت حريصة أنه إذا ما هنقدروا يسجلوا أني أنا سجلهم، حاسة أنه هي شغلة جدا مهمة كونه أنه البرمجة دخلت على التعليم الأساسي، فالطالب صار عنده نوعا ما فكرة، وكونه جيل كتير مهتم بالألعاب حلو أنه يصير يفكر كيف يعمل لعبة يطورها أكثر ما أنه هو يكون مستهلك للعبة. هلا أخي إجا لهون أنه سباق الماراثون، هو بحب يصير مبرمج وبحب أنه يخترع ألعابه من هيك، لأنه هيك تبع أولاد صغار صرنا نشجعه وندرسه ويحاول يطبق. جاي لهنا عشان نقدم هلا اختبار لأنه نحب نتدرب فوت وصرت للمبرمج واتدرب على الموبايلات ونصير أعرف نبرمجهم. شاركت لأن بحب المادة المعلوماتية وبحب البرمجة ولأن مادة ممتعة وفيها حاسب. شاركت مشان أوي حالي شوي بالمعلوماتية. حبيت شارك فيه مشان أتعلم عن البرمجة. أنا سجلت بس مشان أنمي قدراتي بالبرمجة، بحب البرمجة وهيك شغلات. جيت لهون شارك مع رفقاتي مشان إنه أتقدم بالبرمجة، ما أظن يعني نفس المستوى، مشان أتعلم شغلات جديدة بالبرمجة. شاركت أنا مشان إنه للعاشر مشان أقدم أولمبياد وأنجح فيه المعلوماتية مشان أتعلم الشيء الناقص، مشان نمي هواياتي بالمعلوماتية وبالبرمجة.